بارتاجي. الو السلام عليكم. بالسلامة خويا. اختي صفا لاباس عليك؟ السلام عليكم. الحمد لله خويا الله حفظك ربي يخليك شكرا. امورك على خير؟ الحمد لله خويا شكرا بادر خويا على البرنامج وعلى الفرصة اللي عطيتيني. بالعكس والله لا شرف ليا. من قبيله جو لي زادمين تيعيطوا لي تيقولوا لي ضروري تطلعي معايا في اللايف وشوقوني بزاف نسمع القصه ديالك. اخويا قصتي ما فحال قصه وما عمرني شفت شي قصه فحالها والله. تينا داكشي اللي قالوا لي والله الا تشوقت باش نسمع قصتك. شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ منال اخويا منال. منال منال اخويا من كازا 32 سنه. ماشي اسم ديالك الحقيقي منال هذا؟ لا اسم ديالي مستعار ولكن كلشي كيعرفني بيه. واخا منال ولكن كلشي كيعرفني بيه ما عنديش مشكل اخويا. مرحبا منال تفضلي يا منال عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك يا منال. خويا انا ما وصلت لهاد المرحله وتفرجت في البرنامج ديالك وعجبني قلت غادي نهضر معاك مهم بعدا غنرتاح شويه ولا غنلقى شي حد اللي غيفيدني ولا يعطيني شي طريق اللي غنمشي فيها. مرحبا خويا غنبدا لك نبدا لك اخويا من نهار اللي تزاديت. عقلت على راسي انا في عمري 9 سنين عايشه مع جداتي ومات ماما. وماما مطلقة من بابا وكينا عندي أختي ما كبرتش أنا وياها. ماما فاش طلقت من بابا أول مرة خلات عندي أنا 3 سنين خلات عندي أنا 2 عامين وخلات عند الأخت ديالي 3 سنين وسمحات فينا ومشات لليبيا. أختي خلاتها مع عائلة الوالد وأنا خلاتني مع عائلتها مع خوالي. ملي وصلت انا السن ديال 9 سنين توفات هذيك الجده اللي ربيتني مات ماما. توفات بقاو غير خوالي وجدي راجل كبير هزوني جابوني لعائله الوالد عاد اختي عند العائله الوالد ديالي. قبل بعدا ما نوصل سن 9 سنين رجعت الوالده عاوتاني عام هكاك وعاود زادت مدرسة. كنت مرة كنقرا مع فاش كتمشي ماما عند عائلتها كيقراوني تما شهر شهرين كترجع عند الوالد كيقراوني شهر شهرين. يعني ما شاد شي مقر ولا شي حاجة اللي مستقرة فيها ما كاينش الاستقرار الذاتي. مهم جابوني مع عائلة الوالد صافي عشت مع عائلة الوالد شوية. جدة مات جدي بوات الوالد ناضت جدة قسمات الورث كل واحد عطاتو بيتو كوزيني سكنو فيه قسمت الورث على عمامي. من قسمت الورث أنا وأختي ولينا تنعسو مع الوالد في البيت في البيت ديالو اللي جا في حقه. من بعد الوالد ولا كيجي سكران كيجيب البنات كيجيب الدراري وداكشي قلت لينا جدا ما غتبقاوش تنعسوا مع باكم في البيت غتوليو تنعسوا في السطح. السطح مسقفينها بالقصدير ومسقفين غير النص كنعسوا منا للبرد. كيجي عيد كلشي كيتجمع مع ولادو حنا مشتين انا وخشي بوحدنا. الا بغينا غير شي شويه الخبز خصنا نشقاو العيالات عمامي ونطيبوا لهم ونتسخروا لهم وحنا باقيين صغار غير باش يعطيونا ما ناكلو. شويه عاوتاني ناضت اختي وصلت للسن ديال 10 سنين هربت من الدار. هربت من الدار بقيت انا بوحدي مع الوالد ولات جدة كتقول لي لا هبطي نعسي مع باك في البيت لتحت. وليت كنهبط نعس مع الوالد. الوالد في البيت كيجي سكران ولا كيشدني بالليل كيتحرش بيا تيقول لي الا بغيتي الفلوس ولا بغيتي نعطيك تاكلي نعسي معايا. وليت كنعس مع داكشي سطحي من الفوق. من بعد عاوتاني رجعت اختي
رجعات لقاوها الناس كدور جابوها من بعد 3 أيام جابوها. وانا سولت لها اختي مالك علاش هربتي؟ قالت لي راني تنتعرض للاغتصاب من عند عمي، راه داكشي علاش هربت. قلت لها صافي عرفتي سكتي من تقولها حتى واحد، وغنعيطو لماما باش ترجع. بدينا تنعيطو لماما تنقولو لها رجعي رجعي رجعي، راه تكرفصنا، راه اختي تختصبات، راه انا واقلي المشكل. ولكن مبغيناش نقولو لها شكون، بغيناش نقولو لها راه اختي تختصبات من الطرف العام ديالي، وانا راه كيتحرش بيا الواليد ولا تنعس. مقلناش لا. المهم بقينا شنقولك شهر حنا شنطلبو فيها في التليفون وتنبكيو عليها غير باش ترجع. رجعات ضربت مع الوالد عام، هذاك العام ولدت فيه الاخ ديالي، ولدت فيه الاخ ديالي. عاود خلات خويا عنده 8 شهور مشات هاجرات ليبيا، ما بقاتش في المغرب. اختي الله يرحمها قلت لها دابا خليك تيا في مدرستك، انا غنخرج من المدرسه ونخدم في الديور ونخدم في القهاوي وخدم في المعامل. ديك الساعه كانوا المعامل بزاف. صافي خدمت عند واحد، شافت لي واحد السيده جارتنا، خدمت عند واحد المراه في الدار بنباته 8000 ريال الشهر. هذيك 8000 ريال الشهر تناخذها انا تنعطيها لعمتي باش تشد لي خويا وباش تربي اختي حتى هي، باش واخا اختي كانت كبار مني بعام. من بعد صافي اختي دخلت للسونطار، كنخلص لها السونطار خدامين بخير. شويه كنسمع جير اختك هربات، اختي هربات بقات كدور مشات للحسيمه في يما 2005 فاش كان زلزال في الحسيمه. مشات للحسيمه خويا شدوها البوليس قالوا لها فاش تسكني؟ قالت لهم في كازا. قال لها اش هاربه من داركم؟ انت في عمرك 13 عام وهاربه من داركم؟ قالت لهم شدنا عمي تيتكرفص عليا. داو داروا لها شهاده طبيه لقاوها ماشي فيغش، 13 عام وماشي فيغش. قالوا لها دابا شنو؟ قالت لهم غنبقى في الاصلاحيه. بقات اختي في الاصلاحيه، انا بقيت يوميا المعاناه مع عمتي. جات خدمه مبقاتش باغا تشد لي خويا، وليت انا اللي باركه في الدار شاده مقابله خويا. هذيك الساعه عنده عام مقابله، وبالليل كيجي الواليد سكران تيشدني صحتي تيمارس عليا الجنس، ولكن غير سطحي ماشي ممارسه كامله. وبنهار معاناة نشقى العيالات عمامي، نطيب ليهم نسخر ليهم نسقي ليهم من العوينة باش يعطوني ما ناكل انا وخويا، عطا خويا الحليب والكوش. تكرفص بالمزيان اختي. تكملت هذيك 10 شهور ديال الإصلاحية، خرجت تلاقيت انا وياها غير في الزنقة صدفة. قلت لها اختي علاش ما نعيطوش لماما وتجي ماما تنقذنا من هاد العذاب وهادي ونتجمعو انا وياك وخويا وماما؟ قالت لي واخ. جينا للدار، رجعت انا وختي للدار، ولينا تنعسو في البيت. الواليد شنو تيدير؟ تيفيق اختي في نص الليل، تيزعلنا جنوية وتيفيق اختي في نص الليل وتيقول لها نوضي نعسي معايا، كشرافك اللي غتخافي عليه راه مشى، نوضي نعسي معايا. اوه وانتي تتفرج وانتي ساكينة؟ انا كنشوف، انا كنشوف وهو ناعس باختي ممارسة كاملة بحال تقول ناعس مع مرجو. وملي كيسالي تيقول لي حاشاك اخويا بدر، تيقول لي اريتي باش نمسح وسنعطيها انا باش يمسح. ومن بعد داكشي وليت نعيط لماما تنقول لها جي عتقي بناتك راه تيتكرفص، عتقينا راه خويا تيتكرفص والو. دي مدة 5 سنين حتى ولات عمر خويا 5 سنوات، وحنا ديال التكرفيس من الجوع من الاغتصاب من امراض نفسيه من بزاف د الحوايج، وحنا تنعيطو لها وهي مسوقه عسلينا. من بعد فاش كثرنا على التعيط تعيط، قالت لكم من كثرنا على التعيط وداكشي، قالت لي صافي انا غنرجع، ولكن بشرط انا ما رجعش للدار ديال جدكم وعائله باكم. قولي باكي كري ليا
ما عاودتولاش بان باقي باقي تعدى عليك عليكم؟ لا باقي ديك الساعه في التليفون خايفين منا وما مربياناش وداك الشيء ما عارفين صرا رد الفعل ديالها او كيفاش غتقبل ولا انا جايك الهضره كيفاش غنعاودوا ليها وكيفاش غتعرف. جات اخويا نقول لكم بعد 5 سنين ديال المعاناه حتى درت انا 13 14 عام 15 عام وخويا 5 سنين عاد باش رجعت عندنا كرا لينا الوالد في واحد الحي بالطليب والرغب قلت له والله ما نقول لها شي حاجه غير كرا لينا وهادي والله ما نقول لها راك درتي تختي الله يرحمها قالت لي نفس الهضره صافي كرا لينا كرا لينا فرسنا خدمت انا يا فوزين خدمت اختي فوزين قلنا لها صافا ماما راه غير جرى انا خدمت اختي خدمات وغنخلصوا لك كرا ونزوكتي والوالد غير رجعي انا باغينا داك الشمل ديال العائله رجعات رجعات يوميا مقير يوميا مضاربه هي وبابا يوميا يوميا واحد النهار وهي تبرك وهي تقول لي غنسولكم ومش كدبوش عليا قلنا لها شنو قلنا واش باكم عمر وناس معاكم وانا نشوف في اختي وانا نقول علاش قلتي لها قالت لي والله ما قالت لي وتقولي ما قالت لي اختك قلت لها وشكون اللي قال قالت لي انا كنشوف الشوفات اللي كيدير فيكم باكم رانا مدوزه وعارفه صافي حنا نبداو نبكيو واعترفنا لها اعترفنا لها داك الشيء وهي تهزنا بشدات كرينا في واحد البلاصه اخرى كرينا شي 15 يوم ولا الوالد تيسكر تيجي يحيح في داك الدرب اللي ساكنين فيه صافي تهزنا مشات عاود هزاتنا تلقات الكرة وهزاتنا وبكاتنا عند جدي في المدينه سكننا عاوتاني مع جدينا ناطت نوضيات بقات كمي في الدار نادو لها خوال وقال لها باغا تكمي لنا شي حاجة حنا ناس محترمين مبقيتش تكمي لنا في الدار قالت لهم انا باغا ندعي راجلي راه مختص بالدريات وباغا ندعي عمهم راه مختص بينهم ونقى جدي ويقول لها قال لها شوفي حنا كنية وحدة عائلة وحدة حيت ماما وبابا ولد العم ماشي برانيين ولاد العم كنية وحدة قال لها غادي توسخي على العائلة وحنا كنية وحدة هز بناتك وسيري خويا قال لها ما كداتكش كازا فوتي كازا لي هزاتنا ماما داتنا عند واحد السيدة في بوزنيقة بباطرونة تدرات شي ديال الطعارة كدير هادشي ديال الدار بركاتنا عندها انا واختي وخويا هذيك الساعه انا عندي شي 17 عام اختي 18 عام حيت اختي كانت كبار مني بعام داتنا بركتنا عند واحد الباترونه كتخرج ليا يوميا تخرج ليا وديك السيده مره في الدار ما تخرج حنا مقابلين الشقا وخويا ديك الساعه باقي صغير شويه وهي تقول اختي وهي تقول لختي شوفي انتي دابا داكشي اللي غتخافي عليه شرفك وداكشي مشى مع عائلت باك ما تجيبيش سبتك عليا انا دابا غتبقايا باركه في الدار تاكلي وتشربي نوضي خرجي بداي تدبري على راسك ماما قلت لها عرفتي شنو انا ماما قلت لها عرفتي شنو انا غنديك دابا معايا عند واحد البزناز ما تقوليش لي راكي بنتي قولي لي راه غير بنت جارتي ولا صاحبتي وش حكاش كيف عمرك اختي ما بقى صغر اختي ديك الساعه كانت عندي شي 16 عام ولا 17 عام داتها بركو مع داك البزناز ماما قصرت مع واحد واختي قصرت مع داك البزناز مهم دازو ديك الليله عاوتاني الليله اخرى عاوتاني مشاو على اساس راه ماما راه صاحبه اختي بنت جارتها ماشي راه بنتها ناض هذاك الدري بزناز عجبات اختي وبنت اللي باقا صغيره ودريه نقيه وماشي ديال داك الضامين وداك الشيء قال انا راه بغيت ناخذك قالت لي شوف ولد الناس ملي باغي تاخذني وتستعملي انا غنعاود لك الحقيقه ديالو وما غنخبي عليك والو ديك السيده اللي جاتني عندكم النهار الاول هذيك راه ماما راه ماشي اختي
وراها وقع لي انا شرفي دي جده ليا عمي، وعاودت لي الحقيقه كيفاش كبرات، وقالت لها راني مدوزه 10 شهور ديال الاصلاحيه، ووقع لي ووقع لي وخرجت من المدرسه وهادي. قالت لي راه اختي هي اللي كملت لي قرايتي، واختي هي اللي عاونتني وهادي. قال لها صافي المهم انا قابل لك ماشي مشكل، ولكن بشرط امك عمرك باقي تواصليها، ولا خاصها شي حاجه انا عطيها. الو صافيكم كلشي بالك على الجيم في هذه اللحظه باش ما يتبلوكاش اللايف. كلشي بالك على الجيم، اي واحد يتفرج بالك على الجيم باش ما يتبلوكاش اللايف. جيم وبارطاجي، وكلشي بقى يكتب سير 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 سير. عفاكم عفاك باش تحيد البلوك، راه مازال ما تحيدش البلوك الباش. الو ما كنتش نسمعوك. منال ياك؟ منال اخويا ما كنتش نسمعوك. ما كنتش نسمعوك، خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون. مزيان دابا؟ مزيان. اه دابا مزيان، كملي لي. قلت لك اخويا داك السيد عجبات اختي، صافي تزوج بيها. تزوج بيها، دار لها احسن عرس صراحه، فرش لها الدار في تمارا، قالت لها تهلا فيها. من تزوجت اختي دارت لي ماما، انا ديك الساعه مازال باقا فيرش، واخا تعرضت للممارسه الجنسيه من عند با، واخا تعرضت للتحرش من عند عمي. المهم كانت باقا فيرش. ويضل لي انا، قلت لي سي غتبقايا باركه، انا راه عيش ما نبقى نفسد ونجيب لكم، خليني اختي انا نبرك في الدار وخرجي تي خدمي. خرج انا تنخدم في الديار، خدم في الديار في بوسنيقة، كانت معروف في بهادشي ديال الفلاحة ديال العناب وفرايز وبطاطا وجني. كنت كنخرج مدان جني 150 درهم من 4 الصباح لجوج النهار، كان كيما كنشدها كنجيبها لها. المهم بقيت على داك الموال شي عامين فحال هكا، لا مكملاش عامين، شي عام فحال هكا. حملات اختي، حملات. ولات ماما تقول لي ولات تدير اختي الشونطاج مع راجلها، تتعيط لي تقول لي شوف يكتب بزناس وصيفط لي الفلوس، انا الدريه اللي كانت هزاني راك تزوجتي بها، انا راه عطيتك كريمه، ولا مكنتيش غتصرف عليا طلقها ونجيب لها احسن منك. حتي صيفط لها مسكين الفلوس، يصيفط لها اللي بغات. ما الله يفهم شويه، ولا دارت لي انا قالت لي ستي خاصك تبدا تخرجي تدبر على راسك وهادي. قلت لها انا ماما باقا عازبك عندي. قالت لي راه طالما ما ديري داكشي اللي كنتي كديري مع باك ديري مع البراني بحال هاكا. قلت لها انا راه ما تنعرفش. قالت لي انا نعيط لواحد صح. قالت لي راه جيتيني بنتي، اما نخرجك نوريك، اما من نوريك بزاف تلعجب. عيطت لي على واحد السيده صاحبتها كانت مدوزه معاها في ليبيا، قالت لها دخلت المغرب. قالت لها ارد دخلت المغرب. قالت لها بقيت تجي عندي، ولاش كتجي عند الدار يقصروا في الدار هادي. من بعد مبقات ساكنه هي عند ديك باترونه، ولينا كرينا دار سفليه. انا تنخلص لها الكرات 120,000، انا اللي فرشتها كلشي مني انا. من بعد ولي جدير اختي الشونطاج، ومشيت عند راجل اختي وقلت ليه هذيك اللي واخدها راه معاوده لك قصتها، ولا نعاودها لك انا؟ هذيك راه اختها صبعها عمها وبا شبع فيها العس تاعي. قال لها هادشي اللي غتقول لي عارف، وانا معاوده هنيا. ناضت اختي فاش قال لها راجل امك شنو قالت شنو قالت، جات اختي تحيحات معاها في الدار، قالت لها انتي ماشي ام، انتي خرجتي لي على حياتي، انتي ما خصكش تقول هاد الهضره في بنتك. صافي تناقشوا مزيان. ناضت اختي خرجت برا، شدت السم ديال الفار دكاتو دارتو في قرعه ديال المناضله وشرباتو. شويه جايين عندنا عندنا ولاد الدرب، اجيو عتقو بنتكم راح نديناها للسبيطار. انا بقيت في الدار مقابله ولد اختي، معجبوني الجيران،
وبقيت مقابله خويا كانوا باقين صغار. مشات هي السبيطار ومشات بنت خالتي. مشاو السبيطار شافها الطبيب قال لهم هادي غير شاهدوا لا ما غاديش تعيش. صافي بدات كتلوح الدم الكبادي ديال الدم كلشي. تتغوت في السبيطار عتقوني راه ما بغيتش نموت راه ما بغيتش نموت راه سبب امي وبا اللي خرج عليا بحياتي وخرج عليا عمي. صافي الطبيب تيقول لها بنت خالتي تقول لها شاهدي شاهدي شهدات لها بنت خالتي قالت لها راه قال لها الطبيب صافي هذه راه غتموت دابا. اخر كلمه قالتها قالت لهم انا ما مسامحاش الوالديه. ماتت في عمرها مسكينه 19 عام وخلات وليد ديك الساعه عنده 8 شهور. وليت أدايا اللي مقابلة هذاك الوليد كنصرف عليه ومقابلة خويا وكنصرف عليها هي ونخلص لها الموضة والكرة وخصني نخرج يوميا نحضر لها 6000 8000 10000 في النهار. إلا ما حضرتش لها كناكل قتلة ديال الكلاب. حاشاك أخويا كناكل قتلة ربانية. وحتى وليتي تخرجي؟ انا نعاود لك كيفاش وليت كنخرج ممارسه كامله. كنقول لها ماما انا راه باقا بنت راه كنخرج نضحك مع هذا ونضحك مع هذا ونشقر هذا ونشقر هذا نجيب لك القسم الله وخدامه في الفلاحه والحمد لله ما خاصك حتى حاجه. قالت لي لا خاصك تخرج تدبر على راسك. وليت وعرفتني بواحد السيدة صاحبتها تخرج في هادشي ديال البيران ولا تديني معاها. أنا باقا بنت ولا تديني معاها في راس العام في 2008. باقا عاقلة عليها أخويا بادر بحال غي ديك النهار. بقينا سهرانين في البار نزقر من عند هذا 100 درهم عند 50 درهم هاكا نزقر نشقر ونضحك معانا ونضحك مع هذا وكنجيب لها القسم. 2008 خارجين من البار وقفنا لقينا لا طاكسيات لا والو. وقفوا علينا وحدين بالطوموبيل كنا طالعين نوصلوكم هما سكراني. طلعنا معاهم داونا جيت الغابة ديالنا مجدبة هما كانوا 4 وتزادوا عليهم 4 اخرين وهي 8 دازوا علينا بثمانية. أنا وديك السيدة اللي صاحبت ماما اختصبوني 8 في نهار واحد. وديك ساعة كنتي بنت؟ بقى فيارش اختصبوني 8 في نهار واحد. الصدمة الكبيرة هي فاش جاية كنبكي جاية مع 4 الصباح وجايين على رجلينا والشتا كتصب والغابة والخلا. وصلت عند عشان نقول لك وصلت عند الواليدة 6 الصباح وانا اللي نخلص كرام وانا اللي نصرف وانا اللي هز الدعوة وهز ولد خشي الله يرحمه وخويا. تقيت حليت على كل اللي كان ترعد درت الماء سخون دخلت دوشت لبس بيجامة وقلت يا مالك جاية في هذا الوقت وكل اللي ترعدي. قلت لها راه وقع لي وقع لي وش تقول لي ايوا صافي دابا عاد زيانه القضيه وغتولي تدخلي فلوس بالمزيان. ماني نوضي دوشي وغسلي وكولي وشربي حتى ما كنتي الاولى ولا التاليه غتختصبي هادي امي. سمعتينا اخويا؟ تنسمعك كمان. قلت لها اخويا شحال نقول لك شحال بكيتي ديك الليله شحال بكيت لي ما تسطيتش عدي الزهر داز هذيك بقيت في نفس الموال خصني نخرج بالليل وبالنهار. الا ما جبتش لها الفلوس تبدا تعايرني بالكلام الخايب كتبدا تعاير وتبدا تضرب وتنقر وتبدا تضرب في ولد اختي وتضرب في خويا باش انا نعطيها الفلوس. وكنضطر اني نجيب فلوس يوميا باش الدراري ما ياكلوش العصا باش ما نسمعش انا داك النقير. تخيل كنبات سهرانه شاد 6 الصباح ملي كنجي كنبغي نعس تقول لك شقاي وجمع الدار وعاد سيري تناسي. وكنشقى وكنجمع الدار وغسل لها الماعن ونصبن ونبدل ولد اختي لي كوش ونفطر خويا نديه للمدرسه وندخل نعس تلاقي لك يا موسيقى الشعبيه على جهده.
كنقول لها ماما نقص شويه، راه انا باغا نعس شويه. دوي مالك فيك كتشي كتشي كتهز تقل، راك تا مقصره وزايه مع راسك، تخرجي تزايه مع راسك وانا تعقديني في حياتي. واحد النهاريات عاوتاني وحدين داوني من البار، داوني جيت الغابة ديال بن سليمان، حراوني كيما ولداتني حاشاك اخويا، وتكرفصو عليا وزوقوني كلي بطرنشوار، وعطاوني قتلة ديال العصا وداو ليا التليفون والصاك والفلوس، وخلاوني في الغابة تم السبرديلة اللي في رجلي حيدوها ليا. جيت خرجت في هذيك الغابه في الليل بوحدي، رجلي كاع عامرين شوك، كنعفط كنعفط في الشوك حتى كيدوز الدم، كنعفط كنعفط في الشوك حتى كيدوز الدم. وجيت وصلت في هذيك الحاله وكل داتي محلوله، من ظهري من كرسي من دقيت عليها مع شي 3 ونص ديال الصباح، وشكون اللي جايبني؟ جايبني واحد السيد عنده كاميون، درت لي اوتوستوب في الطريق، هو اللي عطاني مسكين جلابه ديال الرجاله باش تسرج، وهو اللي وصلني مسكين حتى لحد الدار، وقال لي بنيتي سير قلبك على خدمه وما دير بطريق، وانت شوفي التكرفيس اللي واقع ليك، وراه كيف حال بنتي، ودور معايا مسكين، وعطاني واحد جلابه ديال الرجال وحطني حد الدار، ودخل دقيت عليها حلات ليا، وتقول لي ماك جاي في هذا الليل، كنقول لك باش تبقاي تجي في الليل تفايقيني من الناس، البلاصه اللي فيها بقاي فيها حتى الصباح. ما بغيتش ملي قالت لي ديك الهضره ما قدرتش نقول لها شوفي حالتي كيفاش دايره، ولا شوفي. دخلت غسلت لبس بيجاما سخنت، وصلت 7 ديال الصباح مشيت للسبيطار. الطبيبه قسما بالله وتنشكرها وتنتمنى من الله تكون سمعني الدكتوره وداد، تنتمنى لها الخير الا بقيت فيها، عطاتني الدواء من عندها ودورت معايا وخيطات ليا وشافت ليا خدمه في داك السبيطار تما في المدينه ديال بوزنيقه، وخدمتني وقالت لي بعد بنيتي من الطريق امي ما بقيتش فيها. الصباح كتشوف فيا حالتي كي دايره، والغد وصلت 4 ديال العشيه باش وقف عليا، جايبه شي مصروف، عطيتها الفلوس اللي عطاني السيد اللي وصلني، عطيتها الفلوس اللي عطاتني الطبيبه، وقالت لي وما غتخرجيش. كنقول لها كتشوفي حالتي كوني مكرفصه، تقولي غتخرج، قالت لي شوفي ارتاحه اليوم، ولكن غدا ابونو نوضي تجمعي الدار وتسيقي وطيبي الماكله لخوتك وتخرجي. قلت لها واخا داك الشيء اللي كتقول واخا، بحال دايره ليا الخليع ولا ما عرفتش شنو دايره ليا، اللي تقول لي تنقول لها واخا واخا، تكون خاطر على قبل ولد اختي وعلى قبل خويا، تنقول لها غير واخا. شحال مرة تنتشد فيكم انت تكون الحامة ديال الدريات الليل في الشارع، سمعتينا خويا؟ تسمع تشكل الحملة في الليل تندوز 24 ساعة ديال الكوميسيرية ما تتبعش ليا تا سترة الحليب ولا قرعة الماء، وتتعرفني راني مشدودة، انا مع متتبع ليا حتى قرعة الماء والو. المهم واحد النهاريات قلت لك شافت لي ديك الطبيبة خدمة السبيطار، خدمت قلت لها غنخدم في السبيطار وغادي ندير الميناج، شافت لي الطبيبة خدمة تقول لي انا فلوس الحلال ما يقدونيش، شحال غيديرو لك؟ شحال غيديرو لك؟ 35 ألف 40 ألف لا قوة معاك، ما قدتنيش انا، واش غتصرف عليا؟ غتخلص لي الكرة؟ غتخلص لي الماء؟ غتخلص لي الضو؟ مخلاتنيش نخدم في السبيطار، هي باغاني نبقى نفسد ونجيب لها نسد ونجيب لها. تعرفت بواحد السيد تركي، تعرفت بواحد السيد تركي في هاد الشتاء في الطريق ديال الليل، تعرفت عليه بغى يتزوج بيا، جبتو عرفتو على الوالدة، شاف ولد ختي شاف خويا كيتهلا فيهم يكسيهم، كرا ليا بارطمة كبيرة فرشها ليا، يعني كنوجدو في الوريقات هادي شويه، وهي توقف ليا تقول لي شوفي ما كاين لا جواز لا والو، هذا غيديك لتركيا غبرك يولي قاتلك تموت، خليني انا ولد ختك وخوك، اشنو غندير؟ شنو ناكل؟ انا باقي عندي صحه الخدمه، انا ما بقيتش باغي نخدم.
صافي تفارقت مع داك التركي، بقيت عاوتاني سهر الليل بالليل، نسهر بالنهار نشقى تمارا المرض ولا شي حاجه ما تسوقش لك بتاتا. والفم الخايب والفم الخايب والفم الخايب، وليك زاد عقدني في حياتي كتر ومرضني، طير لي الناس من عيني. هي فاش تبقى تقول لي انت عندك صاحبي باك اللي تحرش بك، راك انت اللي تحرش بي وانت اللي حرمتي لي راجلي وانت اللي خرجتي لهاد العائله كلها. ندمت على شولتك نهار اللي شتك، مشت نهار الابيض يا الزرقاء يا الكحلة يا الخنزير، كنت باغية كنت هادي فمها وما يقولش نقول هانية امي ماشي مشكل فرضات الوالدين هانية. نط انا تعرفت على واحد السيد من وزان بغاني تاهو الزواج، قالت له نونو عيونو انا ما عنديش بنت الزواج، انا ما بغاش نزوج بنت. بقيت بصاحبة انا وياه تخبية، قال لي بلا ما تبقيت خرجي بركيها في الطار اللي بغيت انا نصيفطها لك، ولا هو يخلص لي الكره. لما ضو ضربت معاه شي 4 سنين حملت منه بوليد، ملي حملت خوا بيا مبقاش باغي يعرف اتجاه ديالي، وليت كنعيط لي كتفي التليفون ديما نويا في مشاكل. ولدت وليد اخويا، ويتقول لي دابا تي ولدت شكون اللي غيخدم عليا انا ما نقدرش اختي نشد لك ولدك، سمحيني انا تنبات سكرانه نبات مكيفه نبات، خاصك تجيبي مربيه لولدك. وليت جبت المربيه لولدي، خاصني نخلص المربيه ونخلص الكرا والموض ونصرف عليها هي يوميا، نعطيها الباي ديالها يوميا 300 درهم 400 درهم 500 درهم، الا جبت لها غير 100 درهم ولا 200 درهم ناكل قتله ديال العصا. وكاع جيراننا داك النهار يسيقوا لي الخبر بان انا ما جبتش ليها الفلوس. سمعتين اخويا؟ تسمع كمان. خصني ضروري نجيب لها الفلوس. ناضت هي تصاحبت مع واحد السيد ولات كتجيبو للدار، وليت خصني نصرف على حتى داك صاحبها اللي معاها، وبلي اللي يجيبو الشراب وتعمر طبله وتقصر هي في الدار، وخويا الصغير كيشوف ولد اختي كيشوف ولدي باقي طربيه ما على بالاش هي، وانا كنشوف ما على بالاش هي. خويا ملي ولا كيشوف هذاك الشيء ما بقاش باغي يبرك معانا، ولا كيهرب 3 ايام 4 ايام قلب عليه في الزناقي حتى كنجيبو نغسل ليه نبدل ليه نرجعو المدرسة ندير استعطاف باش يقرا. تنقول له خويا قرا هداك الشي اللي تكرفص فيه انا وختك الله يرحمها ما بغيتكش تدوز فيه قرا. تيقول لي انا هداك الشي اللي كدير امي ما خلاتنيش باش نقرا. صافي هي فاش الهربة اللي غيهرب خويا خطرة وغيجي يسكن مع عائلة الواليد، هي فاش ضربته الفيقة بالليل حاشاك غينوض البيت الماء، كتبان لي الواليدة عريانة ناعسة مع العاشق ديالها في وسط الدار، كيشوف مو في واحد الوضعية ماشي هي هاديك كيفاش بغيتي يكبر هاد الدري. ويتلاح حتى هو البلية، تلاح البلية ولا حتى هو يكمي ولا حتى هو يضرب لحمو. جاهش مع الوالد فاش جاهش مع الوالد شوية، الوالد مرض جا المرض الخايب كونسير في الرية، جا كونسير في الرية 3 شهور هما تيقطرو ليه 3 شهور هما تيقطرو ليه، ولا يصيفط لي الناس يصيفط لي المعارف يصيفط لي خالتي يقول لهم كلموا لي بنتي بغيت نتسامح معاه.
وحقه واحد النقطه مع وتسلك فاش كانت ما تتخشي وداروها في هذاك فريغو ديال الموتى في التريح مين سبت 3 ايام وهي في فريغو. وفاش جا الوالد باس لها على راسها وبغي يطلب منها السماحه حلت عينيها وعاود سداتها. الطبيب شوكه قال لهم كيفاش جثه في 3 ايام وهي في فريغو وحلت عينيها وسداتهم. قالت لي خالتي طاحت لها دمعه من عينيها. قالت لي وعاود سدوا لها عينيها ومسح لها الدمعه من عينيها ورجعوها الفريغو. قالت لي خالتي فحال ما بغاتش يتسامح معاها. قلت لك 3 شهور هو تقطروا ليه جا مات الخيب كونسير في الرياض. 3 شهور هما تيقطروا ليه. قلت لك صيفط ليا مع خالي تقول لي تسامحي مع باك هادي راه فراش الموت. كنقول لهم هو الوحيد اللي ما نتسامحش معاه. هو الوحيد داكشي اللي دار فيا ودار في اختي قدام عيني عمرو غيتنسى ليا. انا ما بقيتش كنبكي ما بقيتش كنضحك. حاليا اخويا بقدر ما كنبكي ما تنضحك. تنكون غادا في الطريق تنشد هاد الطريق. الحياة ديالي مخربقة واحد التخربيقة لا اله الا الله. كمل لك الموضوع. جيت باش نتسامح معاه تنقولك جيت مع 6 العشية مجموعة العائلة كلشي في الصالة عمامي خواني يعني وكت خرجوا الهضرة غير بزز. دخل فيها المرض مزيان يعني. قال لي مسامحة ليا. قلت لي شوف إنا مسامح لك الله أنا راه مسامحاك. إنا ما مسامحش لك الله أنا راه ما مسامحاش لك. ويش خرج الروح بين يديا ويش كنقول لي شهد 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 ليه هذاك با اللي تكرفس عليه تكرفس على اختي. انا اللي شهدت لي انا واحد ولد عمي اخر كلمه نطق بها قال لي الله يرضى عليك. وخرضات وما مقبولاش وما معترفاش بها. توفى. المهم انا فاش توفى داك الشيء جا وصحاب كفان وداك الشيء خليت الموت هداك الشيء زيت رجعت عند الوالده كلارا مات وهادي واش ما تمشيش تعزي. قلت لي لا ما نمشيش نعزي. قلت لها ما تلبسيش حق الله. قلت لي هو اصلا محرم عليا في الليل جاي هي كتشرب وطالقة الشعبي ما على بالهاش هي اصلا. الو خويا تسمعك بلال. قلت لك الليل جاي هي ما على بالهاش. نطت عاوتاني رجعت موال ديالي ديال ديما توصل العشية خصك تلبسي تماكي مشي تخدمي على راسك. كنمشي نبات سهرانة نجي الصباح نهز ولدي ندير نمشي نجيبو من عند المربية نشوفو ندي ولد اختي المدرسة. اختي انا اللي ختمت الاعياد كلشي. وصار ولدي عنده شي 7 سنين جبتهم لا قبل من 7 سنين صافي مبقيتش كندير ليه المربية. 6 سنين وصلت للمدرسة مبقيتش كندير ليه المربية. صافي ولا بارك معايا في الدار. المربية راه كيمشي باس عداي في الليل بنهار تيجي ضل معايا بالليل تمشي عند المربية. ولد ختي تا هو تيضل في المدرسة بلي. المهم كافحة مع دوك الوليدات. خويا بقى عايش مع عائلة الوالد. شوية رجع خويا عاوتاني عاش معانا في مدينة الأخرى في بوزنيقة فين كارين. جا تخاصم مع عمامي كيفاش يا ربي غيرجع يعيش معانا. خويا كان حدانا البحر لاح المخدرات كان شي باطو تقلب ولاح المخدرات. وجا خويا وشي دراري ولا الدرب هزوهم شدشهم الكاميرا شدهم كاميرا. جاو خويا داوه شدو دوك الدراري كلهم داوهم إصلاحية باقين صغار خدا فيها 8 شهور. درت لي محامي وكل شي خدا 8 شهور ديال إصلاحية. جات عندنا مستعدة اجتماعية شافت الأوضاع وداك شي نقصوا لي 3 شهور إصلاحية بقات لي غير 6 شهور. دوك 6 شهور كله كنمشي
عنده انا كل سيمانه خصني ندي 400 درهم وزيد المركوب من بوزنيقه حتى العين السبع هذيك 8 شهور كلها. هي مشات عنده اللي مول اللي ولدات ومشات عنده مره واحده ومره اخرى اللي كنت نسات الاوراق وباش كتبغي تمشي عنده انا علاش نعطيها الفلوس وتنقولها كيسيري شوفي ولدك خليه يشوفك راك مو هادي يعني ندير اي حاجه غير باش تكون ديك العائله مجموعه يكون كلشي بخاطره شويه قزرات عليا صافي جا كوفيد جا كوفيد تسدو البيران تسدو القهاوي تسد كلشي ما بقينا لقينا ما ناكلو الكرات تجمع 3 شهور مول الحانوت كيتسال غرقت فرماسيان كيتسال غرقت ديال بصح كوفيد كاين انا وولدي وخويا وهي والكرا وما دوك هادشي اللي كنهزو انا لراسي ملي وليت باركه مع اخويا. اسمحي لي بزاف ديال الناس تيخرجوا من اللايف ما بقاش باغي يدخل اللايف ومبلوكينه ما عرفت كلشي بالك على جيم طلب كلشي بالك على جيم اي واحد يتفرج بالك على جيم كلشي كومونتي باش ما تبقاش مبروكي كلشي بالك على جيم. اسمحي لي قاطعتك انا نكملي القصه انا العفاك. لا يا خويا الله حفظك الشرف ليا هذا قايد جا كوفيد اللي كنسمع الهضره كل نهار نفس الاسطوانه المعيوف تتبقى تعاير في قدام خويا بهذاك الشيء اللي دارني انا واش وحده مختصه بابا او متحرش بيها او تمارس عليها العذاب كتبقيت نوضي تعايريني بها وقدام الناس قدام اي واحد مرضت بزاف صافي صار العذاب تشد 24 ساعة في كوميسيرية غادي مع بنادم وفيك الخوف ما عارفوش واش غيكريسيك واش غيعطيك رزقك ولا مشيتي مع شي واحد وقالبك ما عطاكش الفلوس الصباح خاصك تصبحي طالبي باش تجيبي لها الفلوس حيت هي ما غتشيقكش وما غتعرفش بان داك الانسان راه قالبك ولا ضحك عليك ولا كتعرف غير الفلوس خاصك تجيبي لها غير الفلوس. المهم كنت قاتل مع الوقت ديرك شام من فوق جهدي بزاف كترت ما تشوكيت تشلل لي نصي تبارزات لي العصبة ديال جنبي الليمن تشلل لي نصي من تشلل لي انا نصي وليت باركة في الدار وليت بخارج اخويا يخدم يخدم في البني يخدم في القهاوي سرباي مهم شاو مسكين تقاتل مع وقت اللي قسم الله يجيبو له دري باقي صغير تقهر هرب ملي هرب دري دارت لي انا عاوتاني وكيفاش هي غتبقى هكا تبعتي عاد الاطباء تبعتي تخيل كنمشي في كاروسة ديال معاقين عمرها دفعت بيه كاروسة ولا داتني السبيطار ولا تلقى الخيرة في بنات الدرب وفي الجيران هما اللي جمعوا لي باش درت سكانر راس سويسي في الرباط هما اللي وقفوا معايا بزاف والو هي ما دارت حتى شي مجهود ولا قالت نعاون بنتي ولا والو ملي قالت لي هادشي اللي داير هادشي قالت لي تبقيت خسري فلوسك على الطبيب هادشي اللي بكتي راه ماشي ديال الطبيب هادشي اللي بك راه سحر كون شي وحدين ساحرين لك عوجوك ناضت وليت كدير لي داكشي التخربيق ديال الدون وداكشي ديال التفوسيخه وداكشي ديال الشعواده ديني السادات ها مرشيش اسيد كاع السادات جراتهم ممكن والو ممكن والو هي كتمشي السادات شنو كدير كتمشي كدير شي طقوس كدير الذبايح وكدير داكشي تقول لي باغا بنية دي زعما راه باغا تشافيني وهي ماشي بنية دي باغا تشافيني هي راه تدير الطقوس الخدمة دياولها قالت لي عندها الملوك وعندها الجن وعندها داكشي هي راه تدير الطقوس الخدمة ديالها انا راه تديرني ها سبة باش تاخد الفلوس على ظهري من عند الناس زعما انا غادا نداوي ببنتي واش فهمتي وهي راه كتاخد في الفلوس من عند الناس مع الناس مع
المهم ما كاين والو. واحد الدريه صاحبتي بتقول لي شوفي اختي منال غادي تبقاي غتخربقي مع امك وداكشي، تبعي هضرتي يلا غندك عند واحد الطبيب في المحمديه وتبعي معاه ورجع الله الشفاء. قلت لها اختي انا ما عندي لا فلوس لا والو، كتشوفي كلشي على عينك. قلت لي انا نخلص عليك. داتني ديك الدريه مسكينه عند طبيبه في المحمديه، تبعت مع الطبيبه بشوي بشوي بدا كيرجع ليا فمي. بديت كنوقف على رجلي، رجعت صحيحتي يلا وقفت على رجليا وتقول لي ما تخرجيش تدبر على راسك. قلت لي انا راه غرقت كريديات جمعت 7 شهور ديال الكره مول الحانوت كيتسال مع 80,000 ريال، مول الفرماسيان كذلك، نخدم بالليل وبالنهار نخدم بالليل وبالنهار ما تنشفش هذيك اللعبه ديال ما تنبركش ما تنبركش. خلصت الكرديات خلصت الكرات تقاتلت ديال البصح الحمد لله زوينه مع الناس كيجيب ربي اللي كيدير فيا الخير اللهم لك الحمد. تقاتلت خلصت الكراوات خلصت الكرديات هادي جا كوفيد، جا كوفيد قلت لك تسدوا البيران تسدوا القهاوي تسدوا داك الشيء. بركنا في الدار يقول لي انا غنولي خدامه على راسي منين جات كوفيد. انا كي تسدوا القهاوي وسدوا الشركات عاد باغا تخدمي تقول ما انا نبقى في الصحه ديال الشركات انا نوريك خدمه كي دايره اللي غتجيب فلوس. قلت لها شنو ولا دايره شوافه ولا تجيب عدى البنات اللي باغا دير لدون اللي باغا تصاوب صاحبها اللي باغا تصاوب الشماع اللي ولا تجيب عدى الناس ولا تدار ما تتخواش بالليل وبالنهار هالشراب هالحشيش هالقارو هالشعوادة ها ولا تقولك يلا معايا نمشيو السادات وديو الذبايح وديو هادي. انا شنو انا بحال حاشاك شي بوبي كتقول لي اجي اجي برك برك نوض نوض بحال مرقده لي انسان. وانا نعاود في حكا لواحد السيد بحال وجهك باكيت نعاودو داكشي ويقول لي بدي دير الرقيه الشرعيه راه غتعاونك ديرها في التليفون ولا في الراديو ولا بديت كنتصنت الرقيه الشرعيه وليت شويه بخير. ونقول لها دابا قلت لها ماما دابا انت خدامه كتدخلي في الفلوس وخليني نبرك في الدار علاش انا نبقى نسد ونبقى نبيع في لحمي راني نعيش. قلت لها راه 15 عام وانا تنسد عليك ليلا ونهارا راه ماشي سهله. ادتني مدينه البوزناق بنت 15 عام و 15 عام وانا تنسد في ديك المدينه. قلت لها راه عييت راه تقهرت راه صافي راه قلت لها بنو كيبون بها شهر شهرين تيتي وتقول لي تي صافي غدي تمني عليا انا راه دوزت العجب ما عمرني منيش على والدي او يا ما عمر درت لوالدي شي حاجه. قلت لها خدمت عليكم وانا ضربت عليكم تمارا قلت لك خدمتي عليا ما غتلقاش حالتي هاكم قلت لك خدمتي عليك وراه باين عليا كنخدم شي عليك. قلت لها ما غنتكرفش لا انا لا اختي لا خويا. قلت لها خويا في الحبس. قلت لي هذاك راه هو اللي باغي بزنس وباغي يبيع حشيش راه خليه يدوز عمرو حباسات. المهم قلت لي شوفي دابا لو بغيتي تبركي في الدار بشرط. قلت لها شنو هذا الشرط؟ قلت لي تبركي في الدار اللي قلتها لك ديري ما تقوليش لا. نفاق مع الصباح نفطر ولدي ولد خشي نصيفطو من المدرسة نصبن طيب الغدا نغسل الماعن مع ديك الربعة العشية كتعمر الدار كل ساعة البرار التاتاي اللي باغي قهوة اللي باغي الماء نطرف حشاك صبابط شعل المجامر نطيب العشاء نتسخر نجيب شراب نتسخر لهاد البزناز نجيب ليها الحشيش لما تسخرش انا جبت لها حشيش وشراب نعطيت شي واحد في ولا الدرب يتسخر ليها. طيب تقول لك في الليل حاشاك اسمح لي في الليل حاشاك تقول لك شدي طواليط وسيقيها وديري فيها الورد وديري فيها الريحان وديري فيها الزيتون كحل والتمر والحليب
هادشي كله كيتكب في التقبه ديال الطواليت، سمعتيني؟ علاش كدير الطقوس ديال الجن؟ كدير الطقوس ديال الجن كل اثنين وخميس في الطواليت، كتلوح فيها الطواليت، كتلوح فيها نعمه الله، كتلوح فيها التمر، كتلوح فيها الحليب، الند، الريحان، اي حاجه تخربيقه، القرقاع، وتشري داكشي الغالي وتجيب الذبايح فروج كحال ولا تذبح داكشي ودير داك الطقوس طوالت، دير ليله ديال القناوه تمام كلشي. انا ما تحطش لك يديها في الماء بارد وما كنقول لها ماما تشير الشرك بالله، تقول انا عارفه اش ندير، تنقول لها ربي قالك طاع والديك في اي حاجه الا الشرك بالله. كتقول لي بغيت شي طعيني طعيني، ما بغيتش الطعيني، انا ساخط عليك الدنيا والاخره، ما عمرك طفري، انا بغيت جوادي خرجوا فيك، انا بغيت جوادي لقيوها كحله زحله، تبرك دعي عليا، تبرك دعي عليا، دعا دعا يومين، سير عطيك سيد، انا بغيت لك مصيبه، انا بغيت لك تنسي ما تفيقي. تنقول لها دابا عطيني شي سبب مقنع، انا شنو درت لك؟ ياك خدمت عليك، ياك صرفت عليك، ياك عاود تقول لي تاني، وصافي كتمني عليا تاني، وكلتيني جوج دغماش كتمني عليا، وتبدا تضرب فيا، تبدا تنتف فيا، كتشد لي وجهي، بدا تقمشو لي، ترجعو لي كل قماشي وجهي، كترجعو لي كل قماشي، وفمها وما جاب، فمها وما جاب. تكتر الدراري الصغار ولاهم ازمين، خويا مابقاش كيبغي يبرك، كيجي كيقول لي اختي راه انت اللي كتجيبيني بوزنيق، راه كنجي غنشوفك انتيا ورجع للدار. كيرجع ساكن مع عمتي في كازا، تيقول لي راه كنجي غنشوفك، قال لي كنجي نبركا سيمانه تندم، قال لي انا حقدت عليها من نهار اللي شتها نعسه مع صاحبها، قال لي واش تخيلي، قال لي تشوفها، قلت لها ودي سكوت انت راه شفتيها واحد، انا راه شفت العجب. تقول لي شوفي راه بغيتي تحيدي العكوسات خاصك تمشي معايا ديري الذبيحه ديالك، ودير الذبيحه الميمون، ديري الذبيحه باش حمو، ديري ديري ديري. تنقول لها ماما الله يهديك انا راه ما عنديش مع داكشي، انا راه عندها مع القران والرقي الشرعي، كلشي طالع ليا في راسي. كتقول لك لا لما درتيش هادشي انا ساخطه عليك، انا بغيت لك، انا هادي انا هادي. صبرت بزاف، عيت، ورغم ذلك دايره لها خطر. واحد ناريات باك كتشرب كتشرب كتشرب، كاينين شي دريات صحاباتي، كاين واحد السيده جارتنا، كاين خويا، كاين ولدي، كاين ولد ختي، مجموعين. تسكرت تسكر، ويتشد خاوي ديال الشراب ديال الشيج، ويتشي عليا بيها كوم، خويتش عليها وضربت في الحيط، كانت غتجيني الوجه نيشان. وانا نقول لها مالك علاش شيرتي عليا؟ تقول لي تي سبب حياتي، تي اللي خرجتي عليا، تي اللي صيفطتي ختك للقبر، تي اللي حرمتي عليا راجلي. يا ماما تي انا شنو درت لك؟ تي فما تنوضي تنكدي عليا حياتي. قالت لك لا انا ما بقيتش باغي نشوفك معايا في الدار، واش تاكلي ليا لا طرف الخبز؟ تي ولدك، هزي ولدك وسيري كري، عطيني التيساع، عطيني انا التيساع كري، انا وليت باغا نبقى حره في داري، انا انت ما باغاش تخدمي معايا ديك الخدمه، انا لا بغا نخدم على خاطري. قلت لها صافي هذا هو كلامك الاخر؟ قالت لي هذا هو كلامي الاخر. قلت لها صافي الصباح نوض انا نقلب على شي بيت لكرو ونخرج نكري ونهز ولدي. قالت لي لا خرجي دابا، خرجتني مع 12 الليل انا وولدي وصاكي فيه الحوايج مع 12 الليل، وانا ديك الدار 15 عام وانا تنخلص لها الكرا 32 الف ريال، والموضه والفراش اللي فيها ديالو كلش. قلت هانية على وجه ولد ختي وخويا، غيبقاو ساكنين تما، خلي سمحت في كلشي. خرجت كريت بيت انا واحد الدريه ما عنديش درهم، قالت لي غاجي تسكني معايا تدي باني فلوس الكرا، وقالت صافي شويه تقولي ديك الدريه بلا ما تخرجي انت ما عندها هي مسكينه بنيه. قالت لي انا راه خدامه، قابلي لي بنتي وقابلي ولدك وانا نخلص الكرا والمض ونعيش انا. قلت لها واخا صافي، بركش ما عندك بنت الناس، قابلت ولدي، قابلت هذيك البنية،
عايشة بخير، ولا تتذكر وتجي تحيح عليا على ديك الدار ديال ديك البنت، تقول لها ديتي لي بنتي، وليت غنجبد الدرية المشاكل وهادي، وليت عاوتاني هزيت ولدي ورجعت عندها بالدار. نفس المعاناة، نفس السيناريو كيتكرر، نفس الموضوع، نفس الكلمات بزاف. الناس مبقاش كيبغي يجيني، ويا ماما حشمي تقولك انا باغا بيجاما، نشري لها بيجاما، باغا الدواء نشري لها الدواء، وخدامة تدخل الفلوس وتجيب صحاباتها ويبركو على البيرة والشراب وحشيش شي صباح صباح صباح، عشان نجمعنا في الروينة، يجيو العيالات هادي اللي باغا تصايب لدونا، هادي باغا تصاوب الخرقة، هادي باغا تصاوب الشمع، قلتلك نفس المعاناة. ماما خلنا قلب على شي خدمة الحلال، وخدمي انتي وخدم انا وخدم خويا وخدم الحلال، ونجمع هاد العائلة ونجمع هاد الشمل البركة علينا واجتماعيتي. قلت لي انت غتوريني كيفاش نعيش حياتي، غداش فرضي عليا حياتي، انا اللي ولدتك وانا اللي غنفرض عليك وانا اللي غنقولك اش غديري، عجبك الحال بركي ما عجبكش الحال وبلا بسام من كتافك. تنوض تبرك تقول لخويا خوات باك راه ماشي راجل، دارو دار خواتاتو، تبارك تقول لختي جدك راه ماشي راجل، تقول لولدي نفس، تنقول لها ماما تيردو دراري صغار اش دخلني من الموضوع الفكره في راسهم، تقول لي سكتي خلينا نكبر مع الواقع عرفوا شنو كاين. تدري صغير خويا طلح البليه ولا صغير ضارب بالحبس، وحد النهار ياس عاوتاني باركين بارك مع صاحبها، خويا تدخل على غفلة وتقول لي انا عرفك بصاحبي الجديد، هادي هضرتي تقولها لولدك. قلت لها ماما انت حاشمي وشتي في عمرك 50 عام باقي تقولي لولدك؟ قلت لي عرفتي اش غدي يجيك مليحة لالا تغدي تحكمي ليه دار نوضي لالا خرج يعطيني تيساه. قلت لها فين غنخرج؟ الدار انا اللي نخلص لها الكرا، هاد الفراش فراشي، والدراري انا اللي كبرتهم وانا اللي صرفت عليهم رزقي، رجعتني محشوم امي نقول لك خرج اتقي الله ونعلم علاش طرحتي اللي كديري في ولادك راه لا يعقل، واش هذاك الشيء اللي خلاه فينا با تكملي فينا انت؟ قالت لي باكم نتوما اللي خرجتو عليه، نتوما اللي بركتو تحرشوا، قال راه والده جلف عاش من كرشي، والده درايرات ما والدش بنات. سمعتينا خويا؟ تنسمعك تنسمعك. قالت لي انا راه والده جدرايرات ما والدش بنات. قلت لها دابا اختي راه ماتت الله يرحمها، قالت لي لا دارت علاش ترحم. قلت لها ويلي ردك راه بنتك وراه كبدتك واش ما بقاتش؟ قالت لي بقى فيا راسي نكي على راسي، انا منين كيهمني راسي؟ وتقول لي دابا انت غتبقي باركه تناقري معايا، وهي تشير عليا بكاس، شيرت عليا بكاس، جاب شويه فوق حاجبي، داز واحد شويه الدم، نط انا قلت لها انت ماشي ام، بزاف عليك باش غتكوني ام، وما عمرك كنتي ام، وانت سبب اختي اللي صيفطتها للقبر، واختي فاش بغات تموت راه قالت لك عمرها غتسمح لك لا دنيا لا اخره، وقلت لها انا ما عمرني غنسمح لك لا دنيا لا اخره. وتقول لي دابا غتخرجي تعطيني التيساه، دابا ما نشوفكش في داري. قلت لها ياه ضربني خبزي، قلت لها 15 عام وانا كنصرف على كل دابا دارك، قلت لها انا غنخوي لك لالا دارك. هزيت الساك بديت كنجمع في الحوايج، وتقول لي ياه تكون غادا دي معك ولدك. قلت لها ولدي غيبقى هنا حتى الصباح وغنجي ندي دري صغير ما غنخرجوش معايا انا في 12. قالت لي لا دي معك ولدك قبيح ما نشدوش لك، ولدي ديك الساعة بدات 8 سنين، قالت لي ولدك قبيح ما نشدوش لك على لدي معاك ولدك. قلت لها الله يهديك خلي الدري عشا الصباح وغنجي نتي. ناض خويا ويقول لها خلي ماما الدري عشا الصباح، وتقولي تدخل سوق راسك ما سوقكش، هادي رافع على هادي راه تشاركة خليني مني، لا سير تبرك تدخل سوق راسك. كتوري لخويا كيفاش حاشاك اخويا، وسمحوا لي المستمعين على هاد الهضره، كتجيب لخويا الشرويطه ديال شي وحده مع صاحبها ولا مع راجلها، وتتوري الدري خويا كيفاش يصايبها، كتقول لي حيت في يدين الدراري كتصدق، ولما صايباش لها خويا تبرك عليه بالمعيور والسبان
فما وما جاب حال دايما شي حاجة خادمة هنا في حالة. أما قلت لك تا وليت كندير الرقية الشرعية عاد فقت، عاد وليت كنتجاوب معاها في الهضرة، عاد وليت كنبرد على تد، وليت كندير الرقية الشرعية. قلت لك ويش هز البوطة بغا تضربني بيها، جا خويا ويشد لها البوطة قال لها ما تضربهاش البوطة. قال لها راه اختي هذيك راهي اللي كبرتنا، هي اللي صرفات علينا، وهي تقول لي كتجي منك. خرجت حتى وياها، خرجتني في هذاك الليل انا وخويا، خويا ديك الساعه عنده 18 عام، خرجتني انا وخويا وولدي عنده 8 سنين وانا، خرجتنا في هذاك الليل باركين في الجرده والشتا كتصب. خويا بعد حوايج وما هزت حاجه، انا اللي هزيت شي حوايج شي شويه ديالي وديال والدي. خويا ما هزت شي جاكيطه، هي الاخرى ما هزاش. خرجنا بركنا في هذيك الجرده، هذيك الليله بدنا في الجرده، انت نعرف واحد في بوزناقه ما خلتناش نتعاشر اصلا مع الناس، ضاغطه علينا بزاف، ضاغطه ديال بصح. بتنا ليلة كليلة في الجردة، ليلة الثانية صرفتنا لها مع واحد السيدة بنهار، كنا لها طلب الواردة وداك الشيء ترجعنا. قلت لي لا ما نرجعكمش، لا قلت لي اش بغيت نبقاو ياكلوا ليا في الخبز ويتناقروا معايا، ما عندي ما ندير بيهم، عطوني التيسة. دخلتنا هذيك المرأة بتنا عند هذيك الليلة، قال لي اخويا عرفتي اش غنديرو، يلا نمشيو لكازا عند عمامي، ولا بغا يعطيونا داك الحق الوالد نسكنو فيه انا نسكنو فيه. داكشي اللي دارنا، مشينا لكازا، مشى اخويا دخل هو الاول هضر مع كبير في عمامي، قال لي بغينا داك الحق الوالد نسكنو فيه وهادي. ناضو لينا العمام ما بغاوش، قال لك لا انا راه كدبت على با اختي الله يرحمها كدبات على عمي، حنا خايبات حنا خانزات حنا هادي ما ندخلوش. قالوا لي انت تسكن اختك ما تدخلش وما تسكنش. قال لهم خويا لما دخلت اختي انا ما غندخلش حتى انا. المهم بقينا ما بغاوش يدخلونا. بتنا هذيك الليله في الزنقه عاوتاني انا وخويا وولدي، بتنا قدام الدار ديال جدي. صافي من شافونا قلت لي واحد عمي كبير في عمامي الله يعطيه الصحة يحجو شاهو مسكين، شافنا بيتنا في ديك الزنقة وداك الشي، هو يمشي عند عمي الكبير ويقول لي قول لولدك يخولهم بيت باهم، ولا بغا ولدك راه يسكن معاك. قال هو راه حق باهم خصهم يسكنوا في حق باهم، يعني ما تشوفش فيها هي كاع نديرو هي راه خايبة عليا انا زعما. قال لي نديرو هي راه خايبة هي راه ما مزيانش، ولكن شوفوا في دوك الوليدات. صافي عطوني واحد البيت صلحتو قديتو، بنيت في بوطاجي، تقاتلت تاني فرشتو، جبت لي ماكينة الصابون، حولت الدري التنقيل، دخلتو المدرسة، قريتو، تكافحت معاهم. خويا دبر على خدمة، خدام سيكيريتي حدانا في عين الدياب، خدم سيكيريتي قاتل مع الوقت، تانا خدمت في قهيوة. قلنا الحياة غتمشي دابا شوية مزيان، واخا كتدخل على حشية الهضرة مع حد الباب ديال عمامي ورات باب مشروك، فهمتيني، ومشاكل. ولكن تقول بعدا احسن من داك العذاب اللي دوزت عليا امي. كومين بعدا واحد شوية ملي كتسد عليك بابك كتحط راسك على المخدة وما تسمعش نقيه، تقول بعدا شوية كومين بعدا. بقينا ضربنا شي عام هكاك، خويا مبلي بالحشيش مشا كيتقدا، ناض البزناز قالوا لي البوليس داخلين سيفيل. خويا ما عارفش هادوك البوليس سيفيل، البزناز لا حصلها وهرب. خويا جا هز داك الساك اللي لاح البزناز وغادي تابع البزناز كيجري يا صاحب لي، راه طاح لي الساك ولا شنو. جيتو بوليس شديتو خويا، ديتو بداك الساك، فيه هذاك الساك شنو فيه، فيه جوج فيزيات، فيه ربعة البلاك ديال المخدرات، فيه سلاح ابيض. دارو خويا بانه هو اللي مول هذيك السلعه وداك الشيء.
مشيت انا تسلفت وتكلفت وشي معارف، وديك الشيء درت لخويا محامي، عاد بدلوا لي المحضر، داروا لي من تاجير مساعد تاجير، عطاو 8 شهور، حيدوا لي شهرين، ضرب منا 7 شهور. هذيك 7 شهور كل ليله نمشي ندي لي القفه، امو عرفاش راه مشدود، عمرها سولات فيه. ديك 7 شهور كلها خرج الدري مسكين من الحبس، فهاد شهر شهر 5 ديال هاد العام، هاد ضرب مسكين الدري ديك 7 شهور، هزوه ترانسفير، ضرب ترانسفير ديالو في جديد في جديدة، خرج من ترانسفير جا عاوتاني بدا خدام، دار كروسة ديال الخضرة كيبيع ويشري. انا كما العاده مره نخدم في قهوه، مره نخدم في الديار، مقابله داك الوليد تنديه المدرسه نجيبو مخليه نطيب لخويا نصب اليوم. المهم ساكنين حنا بثلاثه في داك البيت اللي خلى الوالد ولد اختي الله يرحمها هو اللي بقى معايا اللي في زمان. ولد اختي الله يرحمها حيت عارف باه حتى هو مات بسكته قلبيه، مات مسكين با بسكته قلبيه، وعارف با مخلي لي الورث، هذاك الشيء علاش شاداك وما عرفتش با مخلي لي الورث. كورا جرات عليا فحالنا فحال ما تخليش، كورا جرات عليا تاهو. المهم بقى خويا خدام في هذيك الريف ديال الخضره، قلت لك ضرب هذاك المنشيف خرج عيط لها بومبا، ما عادش شي شهر و 25 يوم ضرب في الشده الاولى اصلاح ليها 8 شهور، الشده الثانيه اللي قلت لك ضرب فيها 7 شهور، بوم ضرب في السيفيل شهر و 25 يوم. زعما قال لي اختي توحشت، قال لي واخا دارت فيا الخايب، قال لي المهم غنعيط لها صلة الرحيم. كان قريب مع شي عيد، كان قريب العيد الكبير، هاد العيد الكبير هذا ديال هاد العام، قال لي غنعيط لها واخا نسول فيها في التليفون. تخيل معايا خويا، عيط لك ولدك وضرب 7 شهور ديال الحبس مشيتيش، واصلا قبل من 7 شهور حنا عام في كازا عمر عيطاش ولا سولاش، كان عيطو عليها كجبرك علينا من المعيور وش تقطع علينا، وقالت لي واحد النهار عيط لها انا، قلت لها ماما باغي نتصالح معاك، وتقولي له باش تصالحي معايا تجيبي لي دروفا وتجيبي لي جوج من الحاجه، وتجيبي لي طاقم ديال الذهب، وتجيبي لي خروف يكون سردي، والذبيحه ديال ميمو، وتجيبي لي الطبق يكون مخلط بالفاكهه وداكشي، ولا بغيتيني نتصالح معاك. قلت لها واخا انا ما عنديش امي في هادشي الستة ديالي، وانا ربطنا معك صلة الرحم. قلت صلة الرحم سيديرها مع راسك، سيديرها مع تواصلك، سيدير مع عائلة باك اللي قلت باك اختصاص بك ودابا ساكنة في حقه، وما بقاش دابا باك مختصاص بك. ها دوية الفعل دوية صافي، يلاه دات نص الاسطوانة ونقطع عليها. خويا مبقاش ما نعيط لها، قلت لك ملي ضرب المونشي في خويا وخرج ضرب ليك 25 يوم سيفي، قال لي بغيت نعيط لامي واخا نقول لها رانا خرجت ندير مع صلة الرحم وداك الشيء، وهي تعيط لي سمع الهضره اللي غتقول ولدها، غتقول ايه الو صافي. قالت لي سكراتك الخانزه، عطاتك شي قرقوبيه ياك، ما انت كتنعس معاه بحال اللي كتنعس مع باق، هذيك اي حاجه ديرها ونتوقعها معاها. ويقول لها امي واش انت ما كتصطيش، واش كاين شي واحد غينعس مع اختو؟ قالت لي واخا ما تبغيش هذيك تبغيك. قال لها واش انت تصطيش، واش تبغي نقشر راس ولا اش بغاني ندير؟ قالت لي لا لا نتوما من سكنتو بجوج في هذاك البيت، اللي دارتو في هذاك البيت مع بوها ديرو معاك، انا عارف هذيك اش كتسوى، هذيك راه نفعه ولا الثمن كرسي. ناض خويا برك تيشرب يشرب يشرب، خرج هرس طونوبيلات اللي في الدرب، جاوبو الوزدة والشدة الثالثة المحامي وطليب والتنازلات، وطلعت وهبطت ونطلب منك ونتسلف منك، عطاه عام في السنة في حيدو 4 شهور، أو دابا قريب يخرج بقى لي شهر و 25 يوم.
رغم انا كترت ما مثلا نخرج الخدمة الدار الدري عندي في حالة تعقد ولي حالة تعقد نهار 14 شهر 11 خرج مع الصباح صيفتو من المدرسة وصلت شو باب من المدرسة مشيت انا الخدمة خدامة في قهوة تنخدم نصنار تغسل المواعن نشوف نكون خارجة معاه هو تيجي الراس وعاطيه السيرو تلبيس تيجي الراس وكي مع العشية لديك 5:30 تمشي نتلقى لي انا في الطريق تنجي انا وياه تقدو داك الشي اللي قسمنا تنطيبو هذاك النهار 14 في شهر 11 هاد الشهر هاد 11 هذا اللي فات ديتو للمدرسة تسنى في الدري دابا يجي وصلت 6:30 مشيت للمدرسة قلت يا أستاذة راه ما جاش سولت الحارس قال لي ولدك راه مني دخلتي قال لي خلاكتي تركب شي في طاكسي ورا لاح الشكارة وهرب راه شكار شوفي معايا عطاوني شكارتو جبتها قلب على الدري تجوجت الليل والو ما كاينش حسو مشيت عند البوليس حدانا في عين الدائرة الدوز قالوا لي خاصة تدوز 24 ساعة على حالة الاختفاء هذا يمكن نقيدوا لك بحث فائدة العائلة مشيت للدور غد لي نهار 15 شهر 11 مشيت نهار التالي باش ندير بحث فائدة العائلة قالوا جبت صورة للحالة المدنية حيت أنا بوا ما معترفش بأن داير الحالة المدنية راسي أم عازبة صباح مدني راسي أم عازبة جبت لهم الوريقات هداك الشي قيدوا لي بحث فائدة العائلة 14 يوم أخويا ما شفت الناس كي داير قلب بالليل وبالنهار قلب بالليل وبالنهار نجري درت بحث في شوف تيفي مخشف قالك شتدو الشهر ما خليت فين جريت حمصتي نجري بالليل وبالنهار تنقلب حدانا في مشيت لواحد البلاصة تتجمعو فيها دوك لي تيديرو السيليسيون بورغون مشيت قال لي غتشوفي هاديك سامي سيسيال مشيت لهاديك الخيرية سامي سيسيال صيفطوني الخيرية ديال مديونة مشيت الخيرية ديال مديونة صيفطوني الخيرية ديال برشيد سبيطارات كوميسيريات ما خليت فين جريت شحال مصطية والدري معدي الزهري وليت تطيحوا لي كاع الافكار الخايبين في راسي وليت كنقول ايك ما جد دارت يدو مع شفقي ويعد مع داك الشيء وعارف الدري عدي زو يعني اي حاجه اللي كنت متوقعها من هاد الحياه كنت هضره يعني خسرت بزاف وما زالت نخسر يعني اي حاجه اللي كنت متوقعها مشيت لهاديك الخيريه ديال برشيد قال لي غادي تمشي تشوفي خيريه ديال مسلمه مشيت الخيرية ديال بن سليمان سولت قالوا لي كاين عندنا الدري ها هو راه عندنا قلت لهم 14 يوم وانا نقلب ودرت بحث فائدة العائلة وداك الشيء عطيتهم الوريقات وداك الشيء قالوا لي صافي راه غدي معاك الدري ديش معايا الدري جبتو 3 ايام عاود تاني هرب ما سولتيش علاش هرب في الاول سولت على شهر وقال لك خانوا لي الدراري التليفون وما قدرتش نجي ولقاوني البوليس كنبكي وداوني الخارية ديال بن سليمان شريت لي تليفون اخر خديت لي مكانة خديت لي سبرديلة عمامي كلشي دور مع عمتي الجيران كلشي سول واش لقيتي ولدك ديت خرجت وساريت قلت الله يولد انا ما نضربكش وراك عليا العذاب اللي فيا زدتيني حتى عذاب وليدي كي بارك راه المكر دوزت كرفيس قلت لي انا حقا ما تنضربوش ولكن الغوط راه تنغوت عليه علاش على ود مصلاح شو بغيت هذاك الشيء اللي دزت فيه انا ما يتحطش فيه ولدي بغيت شو يقرا بغيت شو يعني داك الشيء اللي ما وفروش لي انا ولدي وفرته لي هو على قد المستطاع ما عنديش وما خصنيش ولكن قلت اني نوفر ليه قلت لك جبت عاوتاني 3 ايام هرب
مشيت للخيرية ومشيت عاوتاني نقلب نقلب نقلب، ويقول لي واحد الدري والدرب قال لي خالتي واش تتقلبي على ولدك؟ قلت لي يا وليدي، ويقول لي راه قال لي انا غنمشي نرجع الخيرية ديال بنت سليمان، وراه باع التليفون ديالو اللي شريتي ليه، باعوا الافارقة ورب الفلوس ديالو باش غيركب الخيرية. قلت لي متأكد وليدي؟ قال لي اه متأكد. ديك الساعة عاوتاني شديت تاكسي كورس لبن سليمان، مشيت لبن سليمان، تلقى لي العساس في الباب قال لي فين داخلة؟ قلت له باغا نشوف ولدي. قال لي كنتي جيتي ديك النهار وديتي؟ قلت له راه عاود هرب ليا دري صغير. قلت له انا ما عرفتش كيدور لي في راسو، راه ما يمكنليش نحكم انا على دري صغير. قلت له واكل شارب مكسي قاري كيتكسى قبل من ولاد عباد الله، تنقول حيت ما عندوش باه ما نخليش يحس بهذاك النقص. اللي قال بيكالا نشريها، قال تروتيني نشريها، قال لي غولي نشري، اللي قال الحمد لله من بخصام حتى حاجه، بغى البحر اللي بغى. كيف شي تيرانات مع خالو قبل ما يتشد كم مالين فيه يا ديك شويه، هي تقول لي سولتني هذه مؤطره، قالت لي با فينا هو، بغيت نقول انا ام عزيزه، قلت لها باي خارج البلاد. وتقول لي شكون اللي صيفطك؟ قلت لها راسي جيت راسي، راه حيت جيت المره الاولى ولقيته هنا، انا قلت راه واقيلا عاوتاني غيكون رجع. قلت لي المره الاولى ثاني شكون اللي صيفطك؟ قلت لها المره الاولى اختي راه 14 يوم وانا تنقلب، رحت وصلت لهنا لعندكم. وتقول لي ها هو كاين عندنا، تسنى انا غنمشي نجيبه لك. هذه المره الثانيه شويه وياش خرج عندي. شوف لا لا تسمعوك، ما تسمعوكش شنو قلتي؟ ولدك راه نقل ولا سيري. قالت لي شوف لا لا خرجي، راه قالت لي شوف لا لا ولدك راه نقل الصور، راه شافك وهرب. قلت لها كيفاش دري عنده 10 سنين وهادي مؤسسة سونتر، والدري غيجي الوقت اللي قال ليه راسو، غيدخل الوقت اللي قال ليه راسو، وغيشوف مو غينقز. قلت لها علاش غيشوف مو غينقز؟ قلت لها زيدونا مكاينش اللي كيضربو، راه حتى واحد ما كيضربو. قلت لها جدا اللي كانت كضربو راه ما بقينيش ساكن معاها، دابا راه درت 3 سنين بس كنا حنا في كازا بوحدنا. وهي تقول لي دابا لالا غتخرجي عليا ولا غنعيط لك على البوليس. قلت لها اختي عيطي ليا على البوليس، راني من حقي راني جاي نسول على ولدي. وتقول لي ولدك نقص الصور سير الغابة قلبي عليه. هو يجي ليا، قلت لها اختي لو كان ولدي نقص الصور وريني شان نقص هذاك الصور اللي نقص منه ولدي، شان نقص ونتبع ما حندو باقي في الغابه. وتقول لي لا ما يمكنلكش تنقص الصور. قالت لي حنا ممنوع علينا نمشيو حتى الصور، وعلى قبلك مشيت حتى الصور ما خلاتنيش نقص الصور. جا ليا العساس، جا ليا سيكيريتي، فهم شميناج، كنقول لها كلميني غير المدير ديال المؤسسه نهضر معاه. الا كان الدري عندكم قول لي انا عندنا، ولكن ما تخبيش اليوم، ما تخلينيش ندور نقلب انا في حال مصطيه بالليل وبالنهار. قلت لها راه تسمحت في خدمتي. باترون عيط لي قال لي بلا ما تبقي تجي كل نهار مغيبه، قال لي راه شتي واحد السيده كتخدم في بلاصتك. قلت لي انا ما عندي ما ندير لك، انا ماشي مساعده اجتماعيه، خرج الا لا عطيني التيسع. صافي بقى كيدفع فيا سيكوريتي العساس، خرجوني درت لي ديك الغابه ديال بن سليمان، جريتها كلها ما كاينش حاسه، جريت كازا كلها ما خليت فين جريت. انا باقا نقلب دابا راه من بين المشيه الاولى ضرب فيها 14 يوم، درك 3 ايام هرب، دابا عاوتاني اليوم 9 ايام كنقلب بالليل وبالنهار. يا من على حياة عند خشك قصة قصة بكيتي كاع عباد الله في هاد اللايف هذا. هاشي خويا انا ما بقيتش كنبكي، ما بقيتش كنضحك، ما بقيتش كنعس، قسما بالله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى شي دكتور نفساني يسمع هاد اللايف يتعاون معايا ويعالجني، يعطيني غير شي دواء ولا شي حاجه. انا كنت ديجا متبعه مع طبيب نفساني، ولكن غاليه عليا كل حصه ب 400 درهم،
وكيخرجوا لك الضوا 500 درهم 600 درهم ماشي في الاستطاعه ديالي. انا راه خدمه في قهوه ب 300 درهم 400 درهم خاصك تصرف منها تاكل منها. عافاك كلشي ديك بلا شي دواء المنال وحاليا ما تتكميتش تصافي تديري شي حاجه. امبلي يا خويا قارو امبلي بالقارو حشيش. انا ما كنيتش ما كان انا تنكمي وما تنعش تتمشي عاد شي طبيب تيخرج ليا شي دواء ولا شي حاجه عاد كنولي نعس. نتمنى كلشي ما تنكمي كثر ما تناكل. واي يا 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 منال قصك والله الا قصه قصة سمعة أنا كن واخويا شغنقول لك هادشي راه كيتعاود غير بالفم ولكن باش تعيشو نهار على خوب سويعو بدقايقو علاش دابا أنا ولات عندي الخسارة شيء عادي لأني خسرت بزاف ومازال باقا كنخسر. خسرت صحتي خسرت خشي خسرت خويا في الحبس خسرت ولدي بزاف الحوايج ما عنديش الزهر والو في الحياه اطلاقا. قلت ما صايب الدنيا جوج انا عندي تحط لا حاليا كازا خويا كازا انا بلاصه في كازا انا في حال حساني في عين دياب في كريم سعودي. انا اللي بغيت شي واحد الرقم ديالك وبغى يتواصل معك نعطيوه الرقم. اخويا لا كان شي واحد يديني عاد شي طبيب نفساني نتعالج يعاونك ماشي ضروري ماشي غير يتعالج يعاونك في خدمه ويعاونك باش تعالجي وما عرفتش كاين شي واحد غيقدر يعاونك بزاف د الحوايج. خويا انا باغا نتعالج انا ما باغا لا فلوس لا والو انا مليت الدنيا انا مليت الدنيا انا ولا عندي بحال الناس بحال الفياق بحال انا لا تنكمي كثر ما كناكل. انا راه الضحكه ما بقيتش كنشوف راه وليت غير دوك نهضر بوحدي فحال المسطيره شنقول غدا وكنولي هوك راه ما بقيتش حياتي ما عرفتش كيفاش بخربقه بزاف. كتشوف اختك ماتت لك بين يدك الاب اللي اختصبك كنت كارفص عليك مات لك بين يدك عمك اللي تكارفص على اختك كيطلع ويهبط قدامك ويضحك وياكل ويشرب بحال ما عمرو دار شي خطيه في حياته وكيدوز من الفوق يخنزر فيك على تي الغلطه في مجهول الغلط فيكم. نتمنى الناس اللي قادر انه يعاونها باش تمشي عند شي طبيب عافاكم الناس ديال كازا غير كازا شي واحد يقدر يعاونها تمشي لشي طبيب تعالج عافاك والله تنتمنى تعيطي لها حياتي مدمرة والله نتمنى هذا الكلمه اللي قلتي دابا تجي في واحد النهار تقولي الحمد لله حياتك بدات تتكهد. نتمنى ما شاء الله كل شيء تيدير معاك في هذه اللحظه ما شاء الله كل شيء تيدير معاك في لي كومونتير كاع الامهات والاباء والشباب كل شيء تيدير معاك الحمد لله. ماما انا بدال انا الحاجه اللي ضرتني في حياتي بزاف هي ان الام ديالك اللي غتفي عندك وتحميك من الذئاب البشري يطلع الذئب اكثر من الذئاب ديال برا. شنو امك طلع ديبا امك طلع ديبا وتعيرك بها وتقول لك انت اللي حرمتي عليا راجلي هذاك راجلك ربو انا العائله راه ما متيقني حتى شي واحد كيدورنا بان حنا راه كاذبين عليه كاذبين على بو كاذبين على عمله ولكن غدا قدام الله كنا غنتحاقوا كلشي غيبان اللي عنده الشيط غياخذ على كلشي غيبان راه ما كاينش واحد غيكذب على بو ولا غيكذب على عمه ولا غيبغي يكذب باش يعيش هو مأزم. انا راه ربي اللي عالم بيا انا راه كندوز من حدا الناس كل بيا راسي راه انا فرحان وانا راه ما فرحاناش انا راه كنمت راسي فرحانه واخا كنضحك بعض المرات قدامهم هذيك الضحك ديال برا ولكن راه ما خارجاش من القلب القلب ديالي كل نهار بحال البراواش كيدقوا فيه. تتمنى والله الا تنتمنى من ربي انك تعيطي لي تعيطي لي نلقاك ضاحكه والله بصح تنتمنى تعيطي لي ان شاء الله وليدي ونتمنى خويا يخرج ونتجمعوا ثاني ان شاء الله. ان شاء الله تعيطي لنا ولقاوك بانك انت وخوك ووليدك وولد اختك حتى هو مجموعين مع بعضياتكم وحسن من دابا بألف درجه ان شاء الله كلشي ديما.